لو سرقت السيارة من أمام البيت وهي مقفلة الأبواب أو سرق منها شيء، فهل يقام الحد على السارق؟ لا، لأن هذه ما هي محرزة، هذه في الشارع ما هي محرزة. أما لو كان أغلق عليها البيت أو أغلق عليها الباب، كسر الباب ودخل عليها، تقطع يده. أما في الشارع هذه ما هي محرزة، هذه مهيئة للأخذ. نعم.